في هذه الحلقة من أيام أفريقية، قصة رومانسية حدثت هنا وتحديداً من على الشرفة الخلفية لهذا القصر، من قصر حجري وحصن ومسرح ومدافع. عيد اليحيى يعود إلى العصر الذهبي الذي لمع على رمال زنجبار. في شوارع زنجبار على جدرانها وفي عيونها السمراء قصص وأساطير. أما الأساطير فبطلها الخيال الواسع، بينما بطلة قصة زنجبار فهي الأميرة سلمى. لهذه القصة حبكة أمسك بخيطها عيد اليحيى من الجزيرة العربية إلى ألمانيا، ليصل بها إلى المدينة الحجرية بوابة تنزانيا الشرقية. الآن وصلنا إلى قصر المتوني، حيث ولدت الأميرة سلمى بنت سعيد لأم شركسية اسمها جلفادة. ولدت عام 1844، وقصر المتوني بناه السلطان سعيد عام 1820 ميلادي. من أمام هذا البحر وهذا القصر أمامنا، لكنه تعرض للتخريب والإحراق في أيام الثورة الدموية التي قادها الإنجليز وعبيد كرومي الأفريقي الذي ثار على العرب، وهذا شاهد من الشواهد على تلك المجزرة الدموية التي تعرض لها العرب عام 1964. ويوجد فيه حمام بخاري، هذا يدل على النظافة وعلى التقنية اللي كانت موجودة في تلك الفترة القديمة، اللي في بلاد في أوروبا لم يوجد حتى فيها حمام لقضاء الحاجة. كيف عاد بحمام بخاري يستهلك كمية كبيرة من الفحم والماء والصابون؟ سننظر ندخل إلى القصر الذي احترق بالكامل. سلمى أو سلمى الأميرة الكاتبة حفظت كنزاً من الصور لكل ما كان وراء جدران قصور سلاطين العرب في زنجبار، ولم تهمل أصوات ضحكات الأطفال ومكائد نسائها ودهاء رجالها. كتبت عنه في مذكراتها النسائية التي نادراً ما نجد عند العرب مذكرات نسائية، بطريقة أدبية جميلة رائعة، وصفت هذا المكان وكأنه يعج بالحياة، وصفت زواياه ووصفت الأطفال من جميع الإماء ومن جميع الألوان، والطبخ والطعام واللعب والمكائد التي كانت تدار في هذا القصر المهيب فعلا في وقته. تركت قصرها وكل ما تملك، ولولا كتاب مذكرات هذه الأميرة لضاع تاريخ العرب في زنجبار. هذا ما قاله اليحيى متحسراً وهو يمشي وعيناه شاخصتان على انحناءات القناطر الحجرية الضخمة لقصر المتوني.
وهذا الحمام النسائي البخاري في حديقة قصر المتوني، نجد بركة الماء يصلها الماء العذب من نهر المتوني أو أحياناً يجلب إليها حسب قوة النهر. وهذا المدخل بالتمام كما نرى في الشام، كما الحمامات في الشام وفي تركيا بالضبط كما هي مستنسخة. هذا الدخول من هنا بعد ما الماء يمشي، وهذه غرف كثيرة للجلوس بعد الاستحمام. وهذا هو الحمام الأساسي الذي كان يتبخر منه الماء الحار، وهذه هي القبة اللي نراها في الشام اللي يخرج منها أيضا البخار. فهنا يجلسون، شوفوا كيف معمول بطريقة رهيبة ممتازة دقيقة، درج ومجالس وغرف للاستراحة بعد الحمام وشرب المشروبات الساخنة. على الشاطئ نفسه بيت ليس ككل البيوت، يدعوه التنزانيون قصراً لفخامته، إلا أن التاريخ أسماه بيتاً من بيوت العجائب. ومن المواقع المهمة التراثية في المدينة الحجرية في زنجبار هو قصر العجائب الذي بني من 3 أدوار ويحتوي على برج شاهق فيه ساعة، وفعلاً يستحق أن يسمى قصر العجائب. لماذا؟ لأنه أول قصر بني في شرق أفريقيا قاطبة وفي زنجبار وفي الساحل الشرقي، فيه الكهرباء وفيه المصعد، في مصعد داخلي ووصل إليها الكهرباء، وذلك في عام 1838 بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان البوسعيدي. تركه العمانيون على شواطئ زنجبار، لكن العواصف اشتدت وارتفعت الأمواج حتى هرم وعمره 133 عاماً. ومن العجائب في قصر العجائب فعلاً هذا المصعد الذي صنعه الألمان، لأن تقنية ألمانية صنعه الألمان، طبعاً هو يعمل بالكهرباء، فلم يكن في شرق أفريقيا في ذلك الزمن بيت بهذا الارتفاع ولا مصعد أيضاً يأخذ الضيوف إلى علو رفيع. هذا هو الدور الأول لبيت العجائب الذي بناه السلطان برغش ابن سعيد. أقاموا في داخله سفينة نموذج، طبعاً هذا أضيف لاحقاً، هذه السفينة اسمها الدو، هذه تميز فيها العمانيين تميزاً شديداً، وبصمتهم ما زالت موجودة، وما زالت هذه السفن تستخدم في زنجبار. هذه السفينة من التميز اللي فيها وادخلوا عليها العرب العمانيين أنها مشدودة بحبال نوع من أشجار، من الأشجار الموجودة في زنجبار، بدل المسامير هي حبال زي الخيزران مشدودة بجانب بعضها على جانب السفينة كلها. ليش؟ لأنهم لا يريدون أن يضعون فيها الدسر، لا يريدون أن يضعون فيها المسامير، لأن المسامير تصدى بعد فترة فتنكسر السفينة في البحر.
والآن وصلنا لقصر السيد السلطان سعيد بن سلطان، سلطان عمان وزنجبار. هذا الرجل هو في عصره تطورت زنجبار، هو العصر الذهبي لزنجبار، حكم من عمان حتى زنجبار، طول الساحل الشرقي لإفريقيا، مروراً بأجزاء كبيرة من عمان ثم الصومال، كل هذه الساحل تنزانيا إلى زنجبار. وهذا هو قصره، قصر السيد سعيد ابن سلطان، يقع بجانب قصر العجائب. هذا القصر من أهم القصور، ودارت فيها أحداث كثيرة، وقد خلدتها الأميرة سالمة أو سلمى بنت سعيد في مذكراتها الوثائقية الدقيقة. فلندخل لننظر ما بداخل هذا القصر المهم الذي في عهد صاحبه تطورت زنجبار وبعثت السفراء لأمريكا وأوروبا الغربية. هذا العصر الذهبي تتحدث عنه مرايا القصر العماني، وفي هذا الحديث تصدرت المشهد سيدات عشنا هنا برفاهية لم يعرفها بيت آخر في الساحل الشرقي لأفريقيا كلها. الآن في الدور الأول لهذا القصر أمام صورة السيد سلطان ابن سعيد الذي حكم عمان والساحل الأفريقي الشرقي مروراً بالصومال والمدن المتأخمة للساحل إلى زنجبار. كان يقول عن نفسه: أنا رجل تجارة قبل ما أكون رجل سياسة، فازدهرت التجارة. وكان رجلاً مهيباً جميلاً أنيقاً. ومما يتميز به قصر السلطان سعيد وأيضاً بقية القصور كثرة المرايا، وهذا يدل على أن في رفاهية في وقت لم يوجد في كثير من دول أوروبا تلك الرفاهية، حتى أن هذا القصر يوجد فيه حنفيات ومياه صافية ويوجد فيه حمامات وهذه المرايا الضخمة التي تزين كل أرجاء القصر. طبعاً الآن نقصت كثير منها، لكن بقاياها موجودة في هذا الارتفاع الشاهق. نحن هنا أمام غرفة مهمة، إنها غرفة الأميرة سلمى أو سالمة ابنة سعيد الشهيرة، والتي حصلت لها قصة فعلاً عجيبة وغريبة. وهذه غرفتها، أتت قامت في هذه الغرفة لمدة من الزمن، لكنها لم تولد في هذا القصر، إنما ولدت في قصر المتوني. هذه سلمى كان في وقتها لم يكن للبنات مسموح لهم أن يدرسوا غير بدايات القراءة والكتابة، لكنها علمت نفسها بنفسها، فكانت تكتب على كتف جمل. كان يسكن بجانب هذا القصر ضابط ألماني، تاجر ألماني، وهو قصر، هذا القصر أرفع من بيت القصر البيت الألماني. فكانت تطل مع النافذة بنت صاحبة 16 سنة وترى هذا التاجر الألماني الأبيض يعمل حفلة لأصدقاء، فرأت حياة مختلفة، فحصلت بينهم علاقة إعجاب وحب، وعرف أهل القصر بذلك، فقررت قراراً خطيراً، وهي أن تترك زنجبار وتترك ثقافتها. وحتى أنها هربت في صباح يوم من الأيام، راسلت الإنجليز وهربت بسفينة حربية من أمام زنجبار. هي ذكرت لخادماتها الذي ذهبنا معها، قالت: سأذهب لأستحم في البحر. فاتخذت قارباً صغيراً وأنزلوا لها سلم مع الباخرة الإنجليزية الكبيرة، وصعدت السلم بعدما اتفقت مع صاحبها التاجر الألماني الذي أحبته وأحبها. ثم ذهبت إلى ألمانيا
ذهبت إلى ألمانيا وعاشت في هامبورغ، كتبت مذكراتها باللغة الألمانية لأنها تعلمت الألمانية، وهذا الكتاب هو الغلاف لكتابها باللغة الألمانية، مذكرات امرأة عربية. هي قالت: إني كتبت هذا لأطفالي ليعرفوا عن قصتي ومن أين أتيت. يعود الفضل إلى هذا البيت في تطوير البنى التحتية لزنجبار ومستشفياتها وحدائقها وشبكات المياه والكهرباء فيها، ومنه خرجت أول شركة تلغراف وأول مطبعة عربية لطباعة كتب دينية وأدبية. وهذا هو الصالون الذي كان يجلس فيه السيد سعيد بن سلطان ويلتقي فيه أمور مملكته، وكما ترون فخم جدا، مصنوع من خشب الزان، كل شيء مصنوع من خشب الزان كقطعة واحدة، وهذا يدل على الفن الموجود في زنجبار والذي أشرف عليها العرب بزخرفتهم، المجموعة بين الزخرفة الهندية والفارسية والعربية. وأمام شرفات هذا القصر فتحت أبواب الملاحة الواسعة بين عدن وزنجبار، ومن الشرفات الخلفية بنيت أرصفة الثقافة والفنون الراقية. وهذا المدرج الذي يبين أنه في تلك الفترة في نهاية القرن السادس عشر أن العمانيين أيضاً لم يكن تطورهم العرب في هذا الجزء المهم من شرق أفريقيا فقط عسكري وهندسي، إنما أيضا ثقافي. وكما نرى قصر العجائب الجزء منه الجنوبي هذا منهار، للأسف انهار. بعدما عزلت بعثة العربية نفسها عن ضجيج المدينة، ذهبت إلى حيث اختلطت أصوات المدافع بصرخات الانتصارات، إلى حصن تحول وتبدل حاله وأحواله. وبجانب قصر العجائب أمام البحر مباشرة ومن خلفنا المدينة الحجرية، نقف أمام الحصن القديم. هذا الحصن الحربي اللي يستخدم عدة استخدامات، وقد بني بعدما هزم العمانيون البرتغاليين شر هزيمة في عام 1699 ميلادي، لما طور العمانيون قوتهم وهزموا قوة عظيمة في ذلك الوقت، قوة بحرية، والعمانيين أيضا قوة بحرية، هزموا البرتغاليين وطردوهم من زنجبار.
كلنا ينسى، لا يبقى في الذاكرة إلا ما أبكانا فرحاً أو ألماً. الأرض هي التي تحتفظ بكل شيء وبكل أثر، وهذا ما تتبعته بعثة العربية التي لم تكتفي بما نقل إليها، فنزلت إلى الميدان إلى قلب القارة السمراء. اختارت البعثة رداء المغامر واستدلت طريقها بعصا المكتشف ليخرج عقلها المدبر عيد اليحيى إلى العلن حقائق أغفلها التاريخ أو تعمد المستشرقون إخفاءها. هذه الرحلة الاستكشافية بكل ما فيها لم تكن بلا مخاطر، إلا أن لحظات قريبة من القلب ارتبطت بمحطات كثيرة منها. البعثة عادت وفي زوادتها معنى العائلة والصديق ومبدأ الشجاعة والالتزام لدى قبائل المساي، ومعها صنوبر كليمنجارو وشمس سيرنجيتي ونجومها.